من الأسئلة وردت سائلة تسأل وتقول بالنسبة لزكاة رمضان، لزكاة الفطر، حبوب ولا مال؟ الخلاف القاتل بتاع كل سنة، وحنا لسه ما دخلناش رمضان طبعا. السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حددها صاعا من التمر، من اللقط، من الشعير، إلى آخر الياقوت البلد الذي يعيش الناس منه، والصاع يختلف وزنه من نوع لآخر. يعني أضرب مثال بالأرز مثلا، فبالصاع بالنسبة للأرز اللي هو يعتبر غالب قوت معظم الناس في معظم البلدان ما يساوي تقريبا حوالي 2 كيلو 600 700 جرام، يعني 2 كيلو 700 جرام يعني حوالي 3 كيلو إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يطمن قلبي إليه جمهور أهل العلم الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك والإمام أحمد وغيرهم.